أنا أسامة العبد الله من قرية دابيخ ناحية سراقب، تهجرنا وجينا على إدلب وسكننا بإدلب، وبعدين بستة اثنين كنا بالعمل، قام إجا الزلزال فأجاني الخبر، جيت على البناي ولاطة مهدومة واقع على الأرض، وجا الدفاع المدني صار يطالعوا لي أولادي من تحت الأنقاض، طالع لي خمسة ميتين ومع أمهم ستي، خمسة وأمهم ستي وخمسة طيبين. والله معيشتنا مأساوي بعد الزلزال، يعني مأساوي، تنقيل من بيت لبيت، ما في شيء بالحال، عم نستأجر بيت بخمسين دولار وعم نتدين لنعيش، لا غرض مطبخ، لا جرة غاز، لا خزان مي، البيت كل شيء تحت الأنقاض، وقع كل شيء بالزلزال، كل شيء راح تحت الأنقاض. عم حاول وبروح وبدور وبدبح حالي وقلوا دخيل الله كرمال الله بدي عيش أولادي، وأنا أولادي حياتي بدي عيشهم وكذا، دبروا العمل دبروا لي شغل، بقلي هذا ما في وهذا يخلي ما في.